أحيي الكلمة إلى السيد عبد الحميد عباس. عبد الحميد أوركو. بسم الله. السيد الرئيس، السادة الوزراء، زميلاتي زملاء النواب، السلام عليكم ورحمة الله. أزول في اللون. السيد الرئيس، مرة أخرى أتساءل عن مرة أخرى عن جدوى جدولة مثل هذا السؤال، حيث مر على تاريخه أكثر من سنة، وبالضبط منذ 14/12/2014، يعني قرابة سنة. سؤال مطروح، ما جدوى هذا السؤال في هذا الظرف بالذات؟ ولماذا اليوم بالذات؟ هل لتأتي السيدة الوزيرة لتتفاخر علينا بأنه تم التكفل بانشغال موظفي المصالح الاقتصادية، وأنه تم صرف منحة الخاصة بمنحة الخبرة البيداغوجية، والتي وللأسف الشديد تم التحايل عليها وتم إعادة تسميتها تحت تسمية منحة التسيير المالي والمادي، وهذا فقط لكي لا تخضع أو لكي لا تعود بأجر ب ب ب ب لكي لا تعود بأثر رجعي منذ 2008 كباقي على غرار زملائهم في المؤسسة التربوية، في حين أن هذه المدة سيد الرئيس قضوا أكثر من 3 أشهر في الإضراب، في حتى من توفي على غرار ناظر الفضيلة من وهران، في حتى من خرج على التقاعد، والآن يأتي بهذا السؤال في هذا الظرف بالذات. ومع هذا وللأمانة سأكون منصفا وأطرح السؤال كما هو. لقد دخل إضراب موظفي المصالح الاقتصادية للمؤسسات التربوية شهره الثالث دون ظهور بوادر الانفراج، بل ازداد الوضع سوءا وانسدادا في الآفاق، فأبناؤنا التلاميذ وأسر الموظفين والمؤسسات التربوية هي من تدفع الثمن بالدرجة الأولى. فلا منحة 3000 دينار صرفت، ولا المدافئ هيئت، ولا المطاعم المدرسية تقدم الوجبات الساخنة في فصل سيمته البرد والصقيع. فبدلا من الاستعداد اللازم من أجل توفير أسباب نجاح الموسم الدراسي من جميع الجوانب، ظل أبناؤنا دائما ضحية الإضرابات المتكررة في هذا القطاع من جميع الأسلاك. فلماذا لا تعتمد الحوار الجاد والمثمر مع الممثلين الحقيقيين للموظفين المعنيين كوسيلة لإيجاد حلول جذرية ونهائية للإضراب، غايته الحفاظ على الاستقرار والمضي قدما نحو التطور والازدهار؟ وشكرا. شكرا سيد عبد الحميد، وأحيي الكلمة إلى السيدة وزير التربية الوطنية لتجيب وتتفضل. مشكور. سيد رئيس المجلس، السيدات والسادة النواب، صباح الخير. أزول في اللون. شكرا للسيد النائب المحترم على هذا السؤال الذي يتيح لنا الفرصة للتأكيد مجددا أن وزارة التربية الوطنية لم تتوقف يوما عن المرافعة من الأجل إقامة الحوار الدائم مع ممثلي الموظفين، انطلاقا من قناعتنا الراسخة أن عددا من النزاعات سببها سوء تفهم أو سوء فهم. لذلك نحرص على توصل وتحاور مع كل موظفنا، لأن ذلك هو أفضل وسيلة لضمان استقرار دائم للقطاع. وقد وضع ممثلي الموظفين ثقتهم فينا، حيث قاموا بالتوقيع معنا على ميثاق أخلاقية قطاع التربية الوطنية الذي يعتبر أرضية توافقية للوصول إلى مدرسة نوعية. لقد سعينا مع ممثلي الموظفين إلى تكريس تقليد للتشاور في إطار منظم أسسه الثقة المتبادلة. إن تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع يهمنا بالقدر الذي يهمهم، لأننا نؤمن أن ارتياح موظفينا وتحفيزهم يشجعهم على تقديم الأفضل لأطفالنا، وهذا هو طموحنا الأول. أما فيما يخص الانشغالات التي طرحها
الموظفو المصالح الاقتصادية. فيسعدني أن أخبركم أن هذه الانشغالات قد تمت معالجتها بعد سلسلة لقاءات التي تم تنظيمها مع ممثلي هذه الفئة وبعد تكفل الحكومة بمطلبهم الأساسي والمتمثل في منح تعويض التسيير المالي والمادي الذي أسسه المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 أكتوبر 2015 المتم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 فبراير 2010، الذي يؤسس نظام تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، ويصرف تعويض التسيير المالي والمادي شهريا وفق نسبة 4% من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية. لقد بذلت الحكومة الجزائرية مجهودا كبيرا في 2015 لمعالجة انشغالات الموظفين رغم الوضعية التي تعيشها البلاد، وذلك نظرا لأهمية التي تعطيها الدولة الجزائرية لقطاع التربية الوطنية. وشكرا. شكرا سيدة وزيرة التربية الوطنية. والكلمة لسيد الحميد، إذا عندك تعقيب تفضل. أكيد سيد الرئيس. سيد الرئيس، لا يختلف اثنان بأن المنظومة التربوية هي عبارة عن مشتلة لرجال الغد ونساء الغد، لكن للأسف الشديد ما يلاحظ اليوم هو تحصيل حاصل نتيجة تراكمات سياسات فاشلة لإصلاح هذه المنظومة التربوية، أو بالأحرى نسميها المظلومة التربوية، ما هيش المنظومة التربوية. لما تفضلت السيدة الوزيرة على أساس منح صرف المنحة، هذه المنحة بدلا من صرفها بأثر رجعي منذ 2008 تم تغيير اسمها، بدلا من منحة الخبرة البيداغوجية أصبحت تسمى بمنحة التسيير المالي والمادي. هذا من جهة. ثانيا، المطالب المشروع المرفوعة من طرف الموظفين المصالح الاقتصادية لا تتمثل فقط في الجانب المادي، هناك أمور مواد تعني كيفية الحفاظ على كرامتهم داخل المؤسسات. لو نعطيك على سبيل المثال فقط، مثلا منحة 3000 دينار جزائري، هذه كرا يأخذها المقتصد يروح يدي الشيك باسمه من الخزينة ويجبه يصرفها بدون ما عنده لا منحة لاكاز، لا منحة كما يسموها منحة الصندوق، ولا منحة المسؤولية، ولا يعني راه المقتصد، وبالرغم انه يحمل 3 قبعات، قبعه اداريه وقبعه تربويه وقبعه ماليه. وحتى هذه المنحه ما جاش في بدايه الامر، السيده الوزيره او الوزاره رفضتها جمله وتفصيلا، جات بعد تضحيه الناس هذو اللي تقريبا قعدوا اكثر من 3 اشهر. انا واش باغي نوصل للسيد الرئيس والسيده الوزيره، انه الحوار الجاد والمثمر هو السبيل الوحيد لايجاد ارضيه، ماهوش مجلس اخلاقيات المهنه اللي راح نحلوا به المشاكل هذا. انا في وجهه نظري هذا ربما المجلس هذا راح يقضي على الاستاذ نهائيا تماما، مش راح يجيب الاستقرار هذا. هذه وجهه نظري. على كل حال، السيده الوزيره في عده انشغالات، في مطالب 10 قدمت لكم من طرف المصالح هذه، لكن تكفلتم الا بالجانب الا بالنقطه واحده